هذه الكلمة التي في سورة الجمعة البعض منا ربما يخطأ في قراءتها وهو يقول الجمعة، يقرأها بسكون حرف الميم وهذا خطأ. الصواب أن حرف الميم مضموم كما هو موضح في السورة، فتقرأ الجمعة وتقرأ بهذه الطريقة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الجمعة، لأنه هنالك فرق بين الجمعة بضم الميم والجمعة بسكون الميم. الجمعة بضم الميم هو يوم الجمعة بعينه. الجمعة بسكون حرف الميم هو الأسبوع، عندما نقول ذهبنا جمعة كاملة أي ذهبنا أسبوعا كاملا. والله أعلى وأعلم.